بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المجاهدين أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وفهما وفقها والحقنا بالصالحين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور، وفقنا الله وإياكم لمراضيه. أيها الإخوة الكرام، منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى النبوة الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياءه مبشرين ومنذرين، ويصطفي لهم من أممهم أصحابا يؤازرونهم ويشدون في عضدهم ويعينونهم في دعوتهم، إلى أن كان خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا للعالمين، فاصطفى له أصحابا من أمته، هم خير قومه وصفوتهم، وهم خير أمته وصفوتهم وسادة دينه، فقاتلوا معه وهاجروا معه وجاعوا معه في الحصار وسفكوا دماءهم لأجل دينه، فكانوا نعم الحامل الأمين. حملوا شريعته من بعده ثم أوصلوها لمن بعدهم، وهكذا إلى أن وصل الدين إلينا. فتحوا المشارق والمغارب، نشروا فيها دين الله سبحانه وتعالى وأنوار الإسلام. ثم أن بعض الممالك التي سقطت عروشها غضبت، مع أن الإسلام أسقط عروش الظلم وعروش الكفر وأوصل إليها العدل والإسلام. بعض أتباع تلك الممالك أخذوا بالدس على الإسلام لإسقاطه، وبلا شك إسقاط الجهة المتبنية للإسلام تعني إسقاط الإسلام، فكان الدس والتحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى، وابتدأ من ذلك الحين الطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآل بيته الكرام رضي الله تعالى عنهم. القرآن الكريم لم يبقي مجالا للطعن بآيات صريحة لا تقبل التأويل، هنالك بعض الآيات تقبل التأويل، وهنالك آيات صريحة صرح الله سبحانه وتعالى فيها لا تقبل التأويل أبدا. القرآن الكريم ذكر أن الصحابة ثلاثة أصناف. الصنف الأول المهاجرون، وهم الفئة التي هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والتي ضحت بديارها، ضحت بترك الوطن، وضحت بترك المال، وضحت بترك رغيد العيش، وذهبت إلى مكان مجهول لا يعرفون عنه شيئا، في صحراء عرضوا فيها للقتل والموت، إلى مكان لا يوجد عندهم فيه بيت، لا يوجد عندهم مورد، لا يوجد عندهم معيشة، ذهبوا يحملون دينهم في قلوبهم فقط. كان عندهم في مكة البيت، تركوه وذهبوا إلى المجهول. كان عندهم العمل، تركوه وذهبوا إلى المجهول. كان عندهم مورد الرزق، تركوه وذهبوا إلى المجهول لنصرة دينهم. ما الذي حرضهم على ذلك؟ ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ فذلك الصنف الأول وهم المهاجرون. والصنف الثاني فئة فتحوا ديارهم وتخلوا عن السيادة في ديارهم. كانت السيادة في المدينة للأوس وللخزرج، فيهم الملك وفيهم الزعامة، تخلوا عنها وأعطوا الزعامة للوافدين إليهم. بالله عليكم، من يفعلها؟ من الذي يتنازل عن الزعامة لغيره وفي بيته ولإنسان غريب ليس من ملته، لا من بلدته ولا من قبيلته؟ تنازلوا عن السيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا أناسا عاديين، وتنازلوا عن أموالهم وقاسموها للضيوف،
وتنازلوا عن أرضهم وبساتينهم وقاسموها أيضا للضيوف. ثم بعد ذلك كانت الزعامة في مدينتهم لرجل من قريش وهو أبو بكر، لا من قبيلتهم ولا من مدينة ولا من مدينتهم، ثم لعمر ثم لعثمان ثم علي، وهكذا تنازلوا عن السيادة، وأولئك الأنصار الصنف الثاني. وبقيت الهجرة مفتوحة للقادمين إلى المدينة، والنصرة مفتوحة من قبل أهل المدينة، إلى أن فتحت مكة المكرمة. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ابتدأت مرحلة جديدة حيث لا يوجد شيء اسمه مهاجر ولا يوجد شيء اسمه أنصاري. حتى الذين هاجروا بعد فتح مكة، حتى الذين يهاجرون إلى المدينة لا يسمون المهاجرين. الهجرة انتهت متى؟ بفتح مكة. هنا ابتدأت مرحلة مسلمي ما بعد الفتح. تمام. إذن الصحابة ثلاثة أقسام. نأتي الآن ماذا قال فيهم القرآن الكريم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ماذا يقول الله أصرح من هذا الكلام؟ ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم قال وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ثم تعهد لهم بالفوز قال ذلك الفوز العظيم. يأتي إنسان ويقول: نعم كانوا في البداية هكذا ثم ارتدوا بعد رسول الله ولم يبقى إلا خمسة أو ستة. طيب، هل استعجل الله بالحكم مثلا؟ استغفر الله، استعجل الله وقال هم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ هل استعجل الله وقال أعطيتهم الجنة وكأن الله لا يعلم بأنهم سيرتدون بعد رسول الله؟ إذا كنت تستثني فئات من المهاجرين والأنصار، أعطني دليلا بقوة القرآن الكريم، لا تجيب لي تواريخ وكتب، انطيني دليل بقوة القرآن. أنا أجيب لك قرآن، انطيني دليل بقوة القرآن ثم تعال حاججني. لا أقول لك قال الله ورسوله وتقول لي قال فلان وعلان. أعطني كلاما من الله في القرآن الكريم. الله تعالى بهذه الآية زكى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. طيب، آية أخرى يبين الله تعالى فرقا لمن أسلم قبل الفتح أم من أسلم بعد الفتح. أكو فرق؟ نعم أكو فرق، لكن في النهاية شنو؟ خلينا بالقرآن الكريم، خلي كتبنا على صفحة وكتبكم على صفحة، خلينا بالقرآن الكريم. قال تعالى: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذين أنفق المسلمين ما قبل الفتح، المهاجرين والأنصار، المهاجرون والأنصار، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة ممن أنفق من بعد وقاتل. طيب، والنتيجة: وكلا وعد الله الحسنى. في النهاية كلهم وعدهم الله تعالى بالحسنى، يعني الجنة، الحسنى الجنة، في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أولئك إرثنا، سلفنا، أجدادنا الذين نفتخر الله تعالى بهم. يقول قائل: بأي حق تضعون للصحابة قداسة وأنتم تقولون هم ليسوا معصومين؟ نعم ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون. فقط الأنبياء لا يخطئون ولا يصيبون، لا يخطئون، إنما يصيبون فقط في عقيدتنا. طيب، إذا كانوا يخطئون ويصيبون لماذا تعطونهم قداسة؟ من قال لك أن أعطيهم قداسة؟ القرآن هو الذي أعطاهم القداسة. هذه الآيات التي تثبت رضاء الله تعالى عليهم. طبعا هنالك آيات أخرى جمعهم الله مع النبي: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. آية أخرى جمعهم الله بتوبة واحدة مع سيدنا محمد، مع سيد الخلق، مع صاحب الشريعة. أين تذهب من هذه الآيات؟ أم أين تذهب من قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ أصحاب الشجرة، بيعة الشجرة، بيعة الرضوان، والذين كل الصحابة من المهاجرين والأنصار المعروفين: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد، سعيد، طلحة، الزبير، أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، أبو هريرة، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، أبو إبا الأنصاري، جابر بن عبد الله، أمهات المؤمنين جميعا بلا استثناء، كلهم مشمولون بهذه الآيات القرآنية. ماذا بعد كلام الله؟ يأتي إنسان ويقول: الصحابة الذين ثبتوا خمسة أو ستة، عمر بن ياسر، سلمان الفارسي،
أبو ذر الغفاري، مقداد بن عمرو، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. يعني أريد أسألك سؤال، خلي نحكم العقل، خلي هاي الكلام كله على صفحة، خلي نحكم العقل. نفترض أكو اثنين قلت لهم يابا أنت يا زيد وأنت يا عمرو، زيد عندك هذول 100 واحد عصاة مو خشى وادم، اسأل أريدك تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلك سنة، وأنت يا عمرو هم ذولا 100 واحد ادعوهم اطلب منهم بلكة يصيرون خشى وادم على إيدك. ورا سنة رحت على زيد قلت له زيد كم واحد قدر تهديهم للصلاة وسويتهم خشى وادم؟ قال والله يمكن 6 أو 7. ورحت على عمرو، ها عيني عمرو، قال 70 واحد خليتهم يصلون وصاروا خشى وادم. الآن لو حكمنا العقل، من هو الناجح في الدعوة ومن هو الفاشل؟ بلا شك أبو 70 واحد ناجح وهذا فاشل. بالله عليك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 23 سنة يدعو، في النهاية أنتج هذا الجيل اللي كله ارتد وما بقى منا إلا 5 أو 6. أين العناية الإلهية به؟ أين التأييد الإلهي لرسول الله؟ كل عقلك، حكم عقلك، لا تنطلي عليك الخدع. ثم في النهاية اتركنا من مسألة الأدلة، العراق أنا أتكلم والكلام مالي معروف. ماذا أقصد؟ منشد عراقي تكلم في ذم الصحابة، هو ليس الأول ولا الأخير، والكلام هو ليس هو فقط المشترك بهذه الجريمة التي هي تكذيب لله ورسوله، هو ليس الوحيد المشترك بهذه المسألة. هنالك من كتب له، هنالك من لحن له، هنالك من دعاه، هنالك من موله وإلى آخره، مشروع. نحن طبعا في النهاية وضع في جيبه الدولارات، في حقيبته، جيبه لا يكفيها، الدولارات كثيرة، وضع في حقيبة الدولارات ثم ذهب إلى مكان إقامته في البلدان المترفة المتنعمة، ربما في أوروبا أو ربما في الخليج أو ربما في بلدان أخرى، وترك الشعب الجائع، الشعب التعبان، الشعب المليء بالظلم، الشعب الذي لا يجد ماء حلوا يشربه، لا يجد عملا، الشعب العاطل يتناحر. هذا يؤيده وهذا يذمه، هذا يسبه، بل وصل الأمر إلى سب المراجع وإلى سب الكتب وإلى تكذيب الله ورسوله. العراق فيه الشيعة وفيه السنة، عشنا إخوانا لقرون من الزمن لا يفرق بيننا أحد، عشنا في مجتمع يسوده السلم الأهلي لقرون من الزمان، بل كثير من عوام الناس لو سألناه، هذا الكلام قبل 2003 حيث احتلنا الأمريكان وأوجدوا فينا هذه التفرقة هم وأذنابهم، لو سألت كثيرا من أهل السنة وكثيرا من أهل الشيعة قبل هذه المسألة عن سني وشيعة ربما لا يدري، وربما بعضهم أبوه أو أمه من السنة أو من الشيعة وهو لا يدري، لم يكونوا يسألون، لم يكون هذه المسائل لم تكن منتشرة. توجد اختلافات، نعم توجد اختلافات، توجد اختلافات في الصلاة، توجد اختلافات في الصيام، في الفقه وفي العقائد توجد اختلافات، لكن هنالك سلم أهلي. يا إخواني من أبناء بلدي، يا أبناء العراق، سنة وشيعة، المجتمع الذي كان يعيشه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اختلافات أكبر وأعمق من اختلافاتنا، لكن كانوا يعيشون بسلم أهلي. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هنالك اليهود قبل أن يغدروا برسول الله، كان هنالك بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، كان هنالك خيبر، وكان هنالك النصارى، نصارى نجران كلهم نصارى. اختلاف رسول الله معهم أعمق بكثير من اختلافنا. عندنا نحن وأنتم عندنا رب واحد، عندنا نبي واحد، عندنا قرآن واحد، عندنا إرث مشترك كبير، وعندنا اختلافات أيضا. هذه الاختلافات سيبعثنا الله تعالى عليها ثم يحاسبنا، إن كان لنا أو كان علينا، بغض النظر أيهما صح أيهما خطأ، سيبعثنا الله تعالى، كلنا سنلقى الله بما ندين به. لكن فيما بيننا علينا أن نعيش بسلم أهلي، دعوا هذه المفرقات. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في مجتمع، وأصحابه الكرام وأهل بيته عاشوا في مجتمع مع إنسان يقول عيسى ابن الله،
مع يهودي يقول عزير ابن الله، هل هنالك أعمق من هذا الاختلاف؟ إنسان يجي يقول أنا النبي مالي ابن ربك، أكو أكبر من هذا الاختلاف؟ أكو أكبر من خلاف إنسان يكذب كتاب الله؟ اليهود يقولون مريم زنت، يجل قدرها الكريم طبعا، ونحن نقول هي مريم الطهرة. عندنا من يتهم السيدة مريم يكون كافرا، اليهود يتهمون السيدة مريم، لكن خلاص عندك رأي هو أنت تنجاز به، هو الله سبحانه وتعالى يعاقبك عليه، المهم نعيش أنا وأنت في سلم أهلي، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نتحاور نتناقش، تدعوني إلى ما أنت عليه وأدعوك إلى ما أنا عليه، كل وفق دليله. في النهاية علينا أن نعيش بالسلم الأهلي، عندنا وطن واحد، شربنا معا من دجلته ومن فراته، وأكلنا سويا من أرضه. لماذا اليوم؟ ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ لماذا الآن نختلف عما كان يعيش فيه أباؤنا وأجدادنا؟ ما الذي حصل بعد 2003؟ لماذا تفرقت قلوبنا هكذا؟ علينا ألا نكون ضحية لمواقد الفتن هذه. أنا لا أرضى أن يسيء أحد إلى مقدساتك، إلى من تقدسه. أنا بصفتي سنيا لا أرضى لأحد أن يتعدى على رموز الشيعة، وعندما أقول رموز الشيعة لا أعني آل البيت. آل البيت امتدادنا وسلفنا، نحن آل البيت. أنا حسيني النسب، أنا محدثكم حسيني النسب، أقول هذا يعني ولا شك أن النسب النبوي فخر بلا شك، لا مزايدة على آل بيت النبوة، لكن لكم هذه رموز مشتركة، لكن هنالك لكم رموز مراجع، مؤلفو كتب، محققو مذهب، أبدا لا أسمح لإنسان يطعن بهم، ولن أسمح لإنسان من أهل السنة أن يعتدي عليهم. لكن بالمقابل عليك أنت أيضا يا أخي الشيعي ألا تسمح لأحد أن يتجاوز على الرموز التي أقدسها، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين الذين أثبت القرآن أنهن أمهاتنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. طيب إذا أردت أن تنتقص من أصحاب رسول الله وتريدون أن أسكت، لا نسكت، لأن إذا سكت سأكذب الله ورسوله في عقيدتي، وهذا الأمر أنا لا أرضى به أبدا. ويجب عليك أنت أيضا حتى وإن كنت لا تعتقد بحب الصحابة، حتى إن كنت لا تعتقد، لا تسمح لأحد يفعل هذا الأمر. قل له عليك أن تحترم شركاء الوطن، وعليك أن تحترم من يجمعنا بينهم الخبز والملح والوطن والماء. وطبعا على فكرة نسمع أصوات نشاز بعد 2003 يقول المصاهرة بين السنة والشيعة مصاهرة. شنو مصاهرة؟ شنو مصاهرة؟ مصاهرة يعني غربة. بين السنة والشيعة في العراق نسب واحد، عموما نفس القبيلة فيها السنة وفيها السنة وفيها الشيعي. لماذا؟ ما الذي جرى؟ ما الذي جرى بيننا؟ لماذا هذا التناحر؟ أينما فتحت الواتساب هذا يسب بهذا، وهذا يشتم بهذا، وهذا يكذب القرآن الكريم، وهذا يكذب السنة، وهذا يشتم هذا المرجع، وهذا يشتم. ما هذا الكلام؟ ما هذا الهذر؟ لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة من الانحطاط؟ فأدعوك يا أيها السني، إذا سمعت إنسانا يشتم مرجعا أو يشتم أي شيء من المقدسات مذهب الشيعي، أسكته وقل له كفانا فتنا، كفانا دماء تسيل، أسكت، دعنا نعيش بسلام. هذا عنده مشكلة سيلقى الله تعالى عليها وهو يحاسبه، والله تعالى يجمع بيننا وبينكم فيقضي بالحق وهو خير الفاصلين. وأنت أيها الشيعي أيضا أخاطبك وأدعوك باسم الوطن الذي يجمعنا، وقبل ذلك بسم الله ربي وربك. إذا وجدت من ينتقص من الصحابة ومن أمهات المؤمنين أسكته، حتى إذا كنت أنت تعتقد بعقيدتك ما يقول، أسكته وقل له كفانا فتنا، كفانا سالت دماء العراقيين باسم الحسين وباسم السنة وباسم الشيعة. الله تعالى لم ينزل كتابه لنا لنتناحر بيننا، إنما ليجمعنا عليه لنؤمن بما قال سبحانه وتعالى في موضوع حب آل بيت النبوة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نستقبل أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ترونها على الشاشة أمامكم، كذلك من خلال أسئلتكم التي ترسلونها عبر مواقع التواصل على صفحة قناة الفلوجة في الفيسبوك. حياكم الله. استغفرك ربي وأستعفيك. نعم،
يعني حقيقة أنا أحيي الإخوة الذين يعني يؤيدون وذكروا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم طيب، هنا أخ يقول ذكرت يا دكتور مقولة لسيدنا علي رضي الله عنه مرة في إحدى الحلقات لم أسمعها من غيرك، أن سيدنا عليا تكلم مع أهل القبور ثم أجاب نفسه، وأنا لا أذكرها، كانت كلمة عظيمة، ما هي؟ ورد أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نعم لحظة عندنا اثنان من اتصالات، لحظة أخي، مر سيدنا علي رضي الله عنه على مقبرة ونادى للعبرة والموعظة ولا يكلمهم، قال يا أهل القبور أما قصوركم فسكنت من بعدكم، وأما نساؤكم فتزوجت من بعدكم، وأما أموالكم فقسمت على ورثتكم، فما عساكم تقولون؟ فلم يسمع شيئا، فقال لعمري لو نطقوا لقالوا وتزودوا فإن خير زاد التقوى. نعم، ماهر من نينوى وتفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك يا تاج الراس؟ الله يسلم راسك ويبارك بعمرك يا طيب، حياك الله. ما توصف ما توصف، لا بذهب ولا بالمال، احلى شيوخ. ما عليك زود يا طيب، بارك الله بيك، تفضل. اشكرك اشكرك شيخي، تحياتي لمخرجنا الراقي المبدع الجميل. الله يبارك فيك. شيخي عندي ثلاث اسئله او اربعه. تفضل. شيخي السؤال الاول، اكو عالم تضرب قطط، القطط اللي انا عندي قطه مربيها. طيب. ويضربونها، هل ضربها حلال؟ أم حرام ضرب القطة؟ شنو يضربها يعني؟ يضربها بحجر أو شيء آخر يقتلها مثلاً؟ إيه يعني مثلاً هي نايمة، يعني هي مثلاً نايمة وواحد يجي يضربها برجله شلاك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. أنا أنقهر من هذا الشيء، أنا أضوج ما أقبل أحد يضربها. السؤال الثاني. هل علي اسم؟ السؤال طيب. الثاني. نعم. شيخ السؤال الثاني، إذا واحد يأكل الأكل بالخاشوق مو بيدو يقولون هذا حرام، هل هذا صحيح؟ الأكل بالملعقة حرام؟ يقولون ليش حرام؟ يقولون ما يصير، ما أدري. طيب يقولون هذا الشيء حرام. مو صحيح مو صحيح مو صحيح أبدا. أشكرك شيخ. والسؤال الثالث، أكو عالم يعني أكو يعني أكو صارت معاندة، يقولون أكو قبل الشيطان يعني ما يصير كافر، يقولون أكو صحابة جنون من الجن صحابي، يقولون أكو صحابة من الجن، هل هذا صحيح؟ والسؤال الرابع، هل إحنا السب يعني المكفوفين إحنا الضريرين ما نشوف، هل يعني يصير الضرب بينا والشتم؟ وجزاك الله كل خير وبارك الله بك. وعندي سؤال، النوب سب الصحابة وأم عائشة رضي الله عنها، هل هذا يعني مو كفر؟ كفر غير ما نشوف والله. الطعن بالسيدة عائشة؟ إيه، السيد سب السيدة عائشة أمنا وأم المؤمنين. طيب. وأبو بكر وعمر وعثمان، هل سبهم يعني مو حرام؟ طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. وجزاك الله كل خير يا شيخ. حياكم الله، مرحبا بك أخي العزيز. الأخ مهدي من ديالة، تفضل عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك شيخي الفاضل؟ الله يبارك بعمرك ويرضى عنك، أهلا وسهلا. الله يحفظك ويحفظ أمة النبي. الله يكرمك يبارك بيك يا طيب. وجزاك الله خير الجزاء. وجزاك ربي كل خير وحفظك. والله فرحانين عندما تظهر على هاي الشاشة، تنور الشاشة يا أخي. نور الله قلبك يا طيب، يبارك فيك، أسأل الله أن يفرحك في الدنيا والآخرة. أريد تشرح لي يعني باختصار السبعة اللي يظلهم الله. طيب. منهم اليوم العادل والشاب النشأ في عبادة الله. طيب. وتشرح لي على أهل الغار يعني باختصار، هم الأغار اللي انطبقت عليهم الصخرة. وهذه المواضيع يعني حقيقة قصة طويلة، أنا شرحتها سابقا في حلقات، لكن هذه قصص طويلة، كل واحدة يعني ما قصة الثلاثة الذين في الغار، هنالك ثلاث قصص، يجوز نهاية البرنامج ما يخلص، بس إن شاء الله قريبا عندنا في شهر ربيع الأول القادم سيكون عندنا برنامج يومي، برنامج المولد، مولد النور، البرنامج السنوي الموسمي. الحمد لله. فإن شاء الله بإذن الله سنشرح الأمور. علما أنا سابقا شرحتها يعني. ما خلي حلقة تفوت منا. شلون يعني؟ وسؤال آخر دكتور، هناك رجل كان يعني يدين الناس ويتجاوز عن المعسر باختصار، يقول دخل الجنة، كيف دخل الجنة وبعد القيامة ما قام؟ ها طيب.
وإذا رقمك الخاص إذا مو زحمه. والله أخي رقم عراقي ما عندي أخي، بس يمكنك تواصل بال بال بالفيسبوك. جزاك الله خير الجزاء. الله يبارك بعمرك. أم محمد من السليمانية، تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك وليدي على هذا البرنامج، أشكرك. حاطة تليفوني مني بس أريد أتصل بيك. الله يبارك بيك، سماء أقدر أطل عنك. بس أنا أسألك صدق اللي يبني مسجد حتى لو الدول الأفريقية يبني له الله مسجد بيت في الجنة؟ هاي النقطة الأولى. طيب. والنقطة الثانية أنا دي أشوف بالقرآن دائما يذكر المكافأة للرجال، أبد ما كل نساء، وأنا تعبانة والله كل حياتي كلها عبادة تهجد وصيام وهذا، وخايفة دائما خايفة من رب العالمين. يقول خاف إحنا بشبابنا سوينا شيء، والله الحمد لله حين خايفة من رب العالمين. يعني شلون المكافأة للرجال بلي نساء؟ أقول خاف. أمي شلون من قال المكافأة بس للرجال مو للنساء؟ القرآن وحل أركز عليه، وأبد ما ألاقي شيء للنساء، يعني شيء قليل. تمام. أقول خاف يعني. لا لا لا. الآن أطمئنك. الآن أطمئنك. الآن أطمئنك. اطمئني. اطمئني. الله يبارك فيك. والله أنت متابعة برنامجك، وأنت أنا ما عندي ولد، أحس بك إذني مرتاحة، وحل سهلت لي شغلات كثيرة. يعني مقابلة برنامجك ويحفظك الله. والله وحتى رحت عمرة ودعيت لك بالزيارة إلك. الله يبارك بعمرك أمي. يا رب إن شاء الله يحفظك. يبارك بيك يا رب. يحفظك وليدي الله وياك. الله يحفظكم. وقف الاتصالات أخي المخرج، عندنا 10 أسئلة ولا عندنا اتصال معلق. طيب آمنة تفضلي. يا آمنة. أم مهند، عذرا أم مهند تفضلي. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك على هذا البرنامج اللي علمنا كل الأشياء اللي إحنا كنا سابقا نجهلها. الله يوفقك. وفيكم بارك الله وحفظكم. يا رب الله يتقبل منكم. ميزان حسناتك. يحفظكم والله يا رب. يا شيخ أنا قبل يعني فترة كلش قليلة رحت عمره. والله يا شيخ، والله يا شيخ، وأني بالطواف أنت إجيت على بالي. يا رب لك الحمد. يا رب لك الحمد. والله جئت لك. والله الله يبارك فيكم. يا رب يحفظكم. قسما بالله، قسما بالله، صادقة بدون يمين. الله يحفظكم يا رب، يتقبل منكم. جزاكم الله خير. والله اللي يدعي لي أنا أدعي له بظهر الغيب. نعم. الله يعطيك العافية شيخ العزيز. نعم. عندي يعني سؤالين هن مهمات. تفضلي. عندي أنا هسه عمري 65 سنة. زين. عندي سكر، عندي ضغط، عندي قلب. صلى لك العافية. عندي خفقان، عندي انزلاق فقرات أنقية وقطنية، وأنا مطلوبة صيام أيام الشباب. يعني كان زمان أهلنا يعني جهلة، يعني مو مثلنا إحنا هسه متعلمين وعرفنا الصح من الغلط. فهاي السنين اللي أنا هسه عندي سكر، زين هاي السنين اللي فاتت من عمري شلون راح أقضي صيامها وأنا مريضة بالسكر والضغط وخفقان القلب؟ تعرفين أمي تعرفين عددها شقد هاي الأيام؟ والله والله يعني شيخنا سنين مو أيام. إيه سنين، هو كل سنة شهر. هو من نقول سنين. إيه؟ إذا مر 20 سنة ما صامت يعني 20 شهر. طيب تسمعني الإجابة إن شاء الله، راح أسهلك الموضوع إن شاء الله بشغلة مقدورة لها جدا. ربي ربي يعطيك العافية. الله يعافيك. العافية. الله يوفقك. الله يعافيك. ما يحب ويرضى بجاه محمد وآل بيت محمد. الله يكرمك. آمين يا ربي. طيب نعود إلى الأسئلة. الأخ الذي سأل أنه يربي قططا وتأتي أناس تجد يجد القطة نائمة ويضربها. بلا شك حرام، بلا شك حرام. هذه القطة نفس، وفي الشريعة الإسلامية تعد من النفوس المحترمة، من النفوس المحترمة، يعني لا يجوز أذاها ولا يجوز ضربها. وكل إنسان يضرب قطة دون وجه حق، يعني هنالك الحيوانات المؤذية تقتل، قطة تأتي تسرق اللحم وتسرق الدجاج وتسرق كذا يجوز قتلها، لكن ليس عندها أذى. نائمة ويأتي إنسان يضربها، يوم القيامة تضربه ويحس بنفس الألم الذي أحست به من جراء ضربته، لأن يوم القيامة سماه الله تعالى يوم القصاص، وسماه يوم التغابن. شنو التغابن؟ يظهر فيه الغبن، والغبن هو الظلم. بلا شك هذا حرام، وعلى الناس أن تتقي الله في الحيوانات. زين، الأكل بالملعقة ما بي شيء، أي مشكلة ما بي. هل يوجد صحابة من الجن؟ نعم، القرآن الكريم أثبت ذلك. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وفي الآية الأخرى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا
إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكل من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته يكون صحابيا، يكون صحابيا. لما نزل قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، سورة الرحمن، كما تعرفون تكرر فيها قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكرر 31 مرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، والصحابة عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يسكتون وبكل أدب ويطرقون برؤوسهم هيبة كأن على رؤوسهم الطير، مثل ما واحد فوق رأسه عصفور، إذا بس حركه يطير العصفور، هيجي شدة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن إخوانكم الجن كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا سبحانك ربنا ما بشيء من آلائك نكذب. من أولئك؟ الصحابة الجن، تمام؟ إذن موجودون، هكذا أثبتها القرآن الكريم. يقول هنالك من يشتمون المكفوف أو يستهزئون به أو يسخرون منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس اختلفت عندها الموازين، يشوف إنسان يأكل حرام ما يقول له ليش تأكل حرام، لا يعير بالحرام أو يسخر منه بالحرام، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يشوف إنسان يعصي، يشوف إنسان قاعد بالمسجد يغتاب، مو بس ما يقول له ليش تغتاب، يشاركه بالغيبة. وإذا رأى إنسانا مكفوفا أو أعرج أو عنده شيء لا قبل له به، مو بيده، يعيره. تعير من؟ تعير الخالق أم المخلوق؟ هل هو تسبب بالعمى أم الله تعالى هو الذي قدر عليه؟ تقول الله ربكم، لا الله يصيبك بشيء هو أشد منه، حرام عليكم، حرام عليكم يا ناس تخافوا من الله. طيب، الطعن بالصحابة ذكرنا قبل قليل أن الطعن بالصحابة تكذيب لله ورسوله، تكذيب لله ولرسوله. وحسبنا بهذا، حسبنا أن نقول أن الطاعن بالصحابة مكذب لله مكذب للقرآن الكريم. السبعة الذين يظلهم الله منهم إمام عادل، والمقصود بالإمام العادل الحاكم، وشاب نشأ في عبادة الله، رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، مو يعني يضم ايده لورا ويدفع صدقه هيك مثل ما تسوي بعض الناس، كنايه عن الستر انه ما حد يدري به. ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل دعته امراه ذات جمال ومنصب فقال اني اخاف الله رب العالمين. هذه هي الصفات التي يظلها الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله. طيب، يقول هنالك بعض الأحاديث أن فلانا فعل كذا فدخل الجنة، كيف يدخل الجنة قبل يوم القيامة؟ هنالك تحليلان لمثل هذه الأحاديث. المقصد الأول أن المعني بالحديث أنهم يدخلون جنة القبر، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فالمقصود يدخل جنة القبر، أو المقصود سيؤول إلى الجنة. هذا المجاز يسموه المجاز باعتبار ما سيكون، وهذا نستعمله احنا باللهجة العامية، اضرب لك مثال محسوس عام بيناتنا. كرة قدم، طلعت قرعة، هذا الفريق سيلعب مع فريق ضعيف، شو نقول؟ نقول خلاص فزنا، او مع فريق قوي نقول خلاص خسرنا. طيب، واحنا هي صارت اللعبة حتى نقول فزنا ولا خسرنا؟ لا، لكن واضح من خلال المعطيات. فهنا عندما إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى أو يعمل عملا صالحا نقول دخل الجنة، بمعنى سيدخلها بسبب وجود هذا العمل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، بمعنى سيدخل الجنة. فإما أن نقصد دخل جنة القبر أو دخل الجنة، بمعنى سيدخل الجنة بعد يوم القيامة. أخ يريد أن يبني مسجدا، هل صحيح أن من يبني مسجدا لله يبني الله تعالى له بيتا في الجنة؟ نعم، مو بس بيت، بيوت يبني لك بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات. مفحص قطات، القطات احنا بالعراق نقول القطاية، طير صغير، القطة. ما معنى المفحص؟ تأتي القطة، القطة، فتفحص الأرض، تشوفها وين ما تلقى قاع شوية، إذا كانت بالصيف تلقى شوية باردة، وإذا بالشتاء شوية دافية،
تدور على الدفو بالشتاء، فتحرك بجناحها أينما وجدت الأرض المناسبة تجلس عليه. إيش قد الحجم؟ قد كف الإيد أو ربما أصغر. يعني لو على القدر طابوقة تخليها بمسجد، بنى الله له بيتا في الجنة. يسأل يقول إذا بأفريقيا أيضا يبني لي بيت بالجنة؟ إيه ليش ما يبني لك بيت بالجنة؟ شو فرق أفريقيا عن العراق؟ هين مسلمين وهناك مسلمين. بالعكس، كلما كانت الأرض مفتقرة إلى مسجد أو كان أهل الأرض فقراء لا يستطيعون بناء مسجد، فالثواب أعظم وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. هنا أمنا الكريمة تسأل تقول: أنا أقرأ القرآن وأختمه دائما، أسأل الله تعالى أن يزيدك من فضله وأن يثبتك وأثبتي على هذا الفضل العظيم. أنت الآن في كل ختمة تختمينها من القرآن الكريم توقدين مصباحا في قبرك، أسأل الله أن يطيل بعمرك. قبر مظلم يا إخوة، فلننيره بالقرآن الكريم. أنت ويا كل ختمة تضع نورا إضافيا في قبرك حتى تذهب إلى عالم الأنوار والجمال. زين، خلي يسمعون اللي ما يقرأ قرآن إلا من رمضان لرمضان، اللي ما يتحرك خياط المصحف من رمضان لرمضان. هنا أمنا العزيزة تقول: أنا كل شهر أختم الختمة. تقول ليش دائما العطايا للرجال أكثر من النساء؟ يا أمي، أسلوب اللغة العربية، والقرآن نزل بكلام العرب، أسلوب اللغة العربية تغليبا يذكر الذكور ما يذكر النساء. يعني الآن لو تلقين عندش خمس بنوات تقولي لهن تعالن، صح؟ زين، إذا أربع نسوان ولد تقولين تعالن؟ لو تعالوا، تعالوا، علما كلمة تعالوا، تعالوا للذكور، بس لأنه واحد ولد موجود جمعتهم كلهم بلفظ الذكور. هذا أسلوب اللغة العربية قبل نزول القرآن، والقرآن نزل يخاطب العرب بلغتهم، فتكلم بصيغة المذكر. لا يعني أنه لا يشمل النساء. يعني مثلا في كل القرآن الكريم لا نجد الله تعالى يقول أقمنا الصلاة، يعني للنساء بصورة عامة، يقول أقيموا الصلاة. طيب، لم يقل يا أيتها اللواتي آمنا، قل يا أيها الذين آمنوا. طيب، ما يشمل النسوان؟ بلى، يشملنا. هذا الخطاب للذكور والإناث. كذلك عندما قال يقول تعالى لهم جنات تجري من تحت الأنهار، ولم يقل لهن، لهم يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث. هناك أشياء يختص بها الرجال مما لا تقدر عليه النساء، مثل الجهاد. المرأة ما تقدر، الله ما كلفها بالجهاد. ليش؟ ما تقدر بالقوة الفطرية، ما تقدر المرأة. ممكن تساعد بنقل أشياء، لكن كقتال لم تكلف المرأة بها. صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، لم تكلف بها المرأة. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت، قالت: يا رسول الله، الله تعالى أعطى للرجال أشياء لم يعطيها لنا، الجهاد وصلاة الجماعة والجمعة، هذه أشياء لم يعطيها لنا. فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا صلت خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وحفظت بيتها وربت أبنائها بالتربية الحسنة، أمور البيت أغنى عن كل ذلك. كأنما فعلت كل ذلك، ففرحت المرأة فرحا شديدا وذهبت من رسول الله وهي تقول: كأنما فعلنا كل ذلك، كأنما فعلنا كل ذلك، كأنما فعلنا كل ذلك. يعني كأنما جاهدنا، كأنما صلينا الجماعة، كأنما حضرنا خطبة الجمعة، كأنما كأنما كأنما. فهذه الأشياء، فأبشري أختي، أنت كل مغنم ذكره الله سبحانه وتعالى بصيغة المذكر تشمل فيه النساء. نعم، بقى عندنا سؤال واحد من الأسئلة التي وردتنا. افتح باب الاتصالات أخي المخرج. الأخت التي ذكرت بأنها عليها صيام قديم، عليها صيام قديم، ولكنها الآن عندها ضغط وعندها سكر وعندها خفقان وعندها ما عندها من أمراض، تقول: كيف أقضي؟ ليس عليك قضاء، فإن كان عندك مال تستطيعين إخراجه فأخرجيه. واضح؟ إيش قد المال؟ عليك أن تخرجي عن كل يوم 1000 دينار مثلا. إيش قد راحت من إيش سنين؟ 10 سنين، يعني 10 رمضانات، 10 رمضانات، خلينا نقول كل رمضان 30، 300 يوم. إذا قلنا عن كل يوم 1000، 300 ألف، كل ما يصير عندك 1000 دينار، 2000 طلعيهن ونزليهن من العدد، مو شرط اللي تنطين كلهن سويا. وإذا هذا شفتيه كثير عليك، إذا رأيت أن هذا كثير عليك، طلع طحين، أخرجي طحينا، وربما راح يكون أقل من هذا المبلغ، بيش كيلو طحين ما أدري، يعني خلينا نقول طلعي كيلو نص عن كل يوم. إذا كان هو أقل من هذا الشيء فيكون عليك الشيء أسهل، طلعي طحين. تمام، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك صالح الأعمال. طيب،
أم جاسم من بغداد، تفضلي. شيخ وليد، أنا مهجورة من 2007. طيب. رجلي لا صوم لا صلاة لا زكاة لا كل شيء، لعب غمار، لعب حتى كاولية، حتى كل شيء يعني عنده، حتى عدنات ما ينفق. هل ألزم لعده لو مات لو لا؟ شو وقت توفى؟ ما توفى بعد. بعد حي. بس على من هسه أسألين على العدة بعد ما مات؟ اي بعد ما مات. هو هل هسه على طريق الحياة؟ الله اللي يعلم، او يموت او يعيش او يعني تسألين يعني دا تسألين من هسه فيما لو مات هل تعتدين له او لا؟ اي 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 زين. هو انت الان على ذمته ولا طلقتش؟ لا لا على ذمته. طيب خمو يكفر؟ اي والله كان عنده قبل كفر، بس هسه حاليا ما اعرف عنه. يعني انا مهجوره من عنده من 2007. شنو مندوره من عنده؟ ما فهم شنو قصدك مندوره؟ يعني تاركته؟ هاجرني من 2007. ها هو هاجرك؟ يعني هو هاجرك؟ طيب هو هاجرها. اي اي هاجرني. طيب. من 2007. هو متزوج غيرك يعني وهاجرك؟ لا لا ما متزوج. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انت عندي ويا انت عنده بالبيت وياه؟ لا لا يم اهلي. طيب هاجرك ما ينفق عليك اي شيء؟ لا لا ما ينفق خلاص، هنا ما ينفق ولا يقبل يرجعش. طيب اذا راد يرجعش انت توافقين ولا لا؟ انا وافق، حتى لا هو حتى يقول للولد لا ترجعونها، خافوا موته ما ترى لا ترجعونها. عجيب، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اي هي هاي انا دكتور شيخنا اريد اسالك بلازحنا. تسمعين الاجابه ان شاء الله. عندي سؤال اخر. وبلازحنا ما ينفق على خواته وعلى بناته شلونها يعني؟ ما ينفق على ايش؟ على بناته؟ اي لا على بناته ولا على خواته، همنا بلازحنا دكتور. طيب. طيب سؤال اخر؟ لا ان شاء الله. اهلا وسهلا. الاخ رائد من الانبار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. احبك في الله. احبكم الله وحفظكم، بارك الله فيك اخي العزيز. الله يسلمك. شيخ اذا مس الزحمه عندي استفسار على مود القرض. تفضل. اي والله، فعندي يعني بيت بنيت القطعة ما تتجاوز، وانطلبت علي يعني مبلغ تقريبا 22 مليون. طيب. فأي نعم، فأريد يعني أسوي قرض، فما أعرف أي قرض اللي زين. بالنسبة للديانة داي لحقوك يهددوك بالقضاء أو شيء آخر ولا ما يعني ملاحين عليك؟ لا والله لا، بس الناس تريد فلوس يعني اللي سنة وثلاثة شهور وسنتين يعني هيك شيء زين. فأنا شغلي عمالة فما ألحق يعني أوصيهم. طيب. أي نعم. عندك سؤال آخر؟ والله بس سؤالك. حياك الله. أم عبد الله من الأنبار، تفضلي أم عبد الله. سلام. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بس أجي أسألك، أني أرملة زين وقضبت عدة 25 يوم، ما هاجرنا طلعنا من الفلوجة وما كملت العدة. طيب. والسؤال الثاني شيخ، يعني ما لزمت عدة بسبب التهجير؟ لا شيخنا لزمتها 25 يوم ومن طلعت يعني أن الجيش قالوا لي أنا ترفعين البوشية. ليش طلعتي مثلا؟ دكتور شيخنا مو طلعنا هاجرنا طلعنا من قال ما اطلعوا. اي مو دا اقول شيء يعني ما اعتدت بسبب التهجير. تمام. وين شيخنا السؤال الثاني؟ نعم. احنا 10 بنات وسبع ولد، عندنا 5 دوانم، الخمس دوانم بيها لابويا بس بيها بيوت مال الولد. طالبنا من اخواننا نريد من عجين ما قدم يعطونا، يقول لا تاخذن بس من الزراعيه. هذيك الاخرى 35 دونم، يقول لك ما تاخذن من الجوانه، تاخذن بس من ذيك الزراعيه. وهي كلها لابويا. زين، بالنسبه للارض بالنسبه للارض، الارض يعني عقد اميري ولا طابو؟ لا لا اسمع بس عقد.
عقد أميري. طيب. أي نعم شيخ. طيب. أهلا وسهلا. شيخنا وما قدم يطولنا. شكرا شيخ. أهلا وسهلا مرحبا. طيب الأخت التي ذكرت بأن زوجها عنده عدة موبقات، نساء وخمر إلى آخره، وهو هاجر لها منذ سنين يعني. إذا مات هل تعتد؟ نعم تعتدين، أنت الآن في ذمته، أنت الآن في ذمته، فمن حقك بما أنه هاجر لك ويرفض إعادتك اذهبي إلى المحكمة، اذهبي إلى المحكمة وقصي له قصتك، عندئذ القاضي سيطلقك فتعتدين عدة المطلقة. لكن إذا طلقت ستنفصلين عنه، أما إذا بقيت في ذمته ومات ستكونين وارثة، أنت تعتدين عدة الأرملة طبعا ما دام على ذمته تعتدين وراح تكونين وارثة. فإذا صبرتي والله قدر عليه ومات أنت إليش ثمن أملاكه، وإذا ردت تطلقين خلاص تعتدين عدة المطلقة وخلاص ما راح تورثين منها. فأنت بالخيار تبقين على حطة جهاية على الوضع جهاية، وطبعا هو آثم عاصي مرتكب كبيرة، عدم موبقاته إثم التعليق، الله تعالى يقول ولا تذروها كالمعلقة، واضح؟ فأنت بالخيار، يمكنك أن تطلقي نفسك بالقضاء، عندئذ لما يموت ما راح تعتدين، إنما عليك عدة المطلقة، أو أن تنتظري، فإذا مات تعتدين عدة المتوفى عنها زوجها لأنك في ذمته حتى لو كان هاجرك، وستكونين عندئذ وارثة. زين. وسألت عن الذي لم ينفق على أخواته وبناته، النفقة على البنت واجبة دون أي قيد أو شرط ما دام غير متزوجة، حتى لو بأي عمر بلغت النفقة على البنت واجبة، ومن لم ينفق عليها كمن سرق مالها. مقدار النفقة للزوجة والأبناء مو حقك يا رجل. إيش قد خلينا نقول نفقة الأهل والعيال، خلينا نقول 100-200 ألف دينار من إجراس الشهر، 100-200 ألف دينار ذني مو ملكك، شلون الزكاة اللي لازم تطلعها، ذني مو ملكك، ملك عيالك، نفقة الله سبحانه وتعالى وجبها عليك. بالنسبة للأخوات إن لم يكن عندهن وارد أو أخ منفق يجب على أخيهن أن ينفق عليهن. بالنسبة للقرض لسداد الدين، الدين إذا لم يكن الدين الملجئ إلى الضرورة لا أستطيع أن أعطي فتوى وأقول يباح القرض لسداده، فقط الدين الملجئ إلى الضرورة. بعض المناطق التي تسودها القبلية وينعدم فيها القانون ويهددونه بالضرب المبرح أو بالتكسير أو بالهجوم على البيت هذه ضرورة، وبعض المناطق التي يسودها القانون ويهددونه بالسجن ضرورة، لكن مسألة ما يهددوا لا بهاي ولا بهاي لا أستطيع أن أعطي فتوى وأقول أن العقد الربوي حلال. لا. امرأة توفي زوجها واعتدت مدة يسيرة ثم بعد ذلك هجروا من مدينتهم، وتقول نقضت العدة، لا داعي أن تنقض العدة، إنما تغيري مكان العدة، خلاص تهجرت إلى أن تبلغ اطلعي، تهجرت هذا ضرورة، اطلعي إلى أن تستقر في مكان، أكملي عدتك. ومدة الخروج قد طولت يوم يومين أسبوع أسبوعين محسوبة ضمن العدة، ما تطلعيها محسوبة، هي خلاص العدة ماشية إلى أن تكملي المكان، حتى لو بقي لك يوم واحد من العدة ثم كنت مستقرة اقضي هذا اليوم عدتك، أكملي عدتك بهذا اليوم، وإذا لم تفعلي ذلك عليك أن تستغفر الله. بالنسبة للمرأة هل تأخذ من إرث الأرض؟ بعض الإخوة يقولون المرأة لا ترث إنما يرث الرجل. في أرض الطابو الملك الصرف المرأة ترث للذكر مثل حظ الأنثيين كسائر الإرث، لا فرق بين الأرض أو البيت أو الأموال، كلها في النهاية مال تقسم بحسب القسام الشرعي. أما بالنسبة للعقود هذا لا يعامل معاملة الإرث. لماذا؟ الإرث يكون للملك التام، والعقد إيجار ليس ملكا، فما يعامل معاملة الإرث، إنما تذهب الأرض بحسب قانون مالك الأرض، وبما أن الأرض مملوكة للدولة فيعامل فيها قانون الدولة. لمن تذهب بعد الأب وبحسب علمي في قانون الدولة أيضا تمنح البنات ليس الأولاد فقط. عموما هنا حتى مسألة لو كان مأجر محل أو أرض الأب من رجل ومات الأب، ما الذي يفعلونه بهذا المحل؟ مو البضاعة، المحل نفسه، المحل بحسب رأي المالك، ربما المالك يريد يلغي عقد الإيجار ويقولهم للولد الله وياكم أنا كان عقدي ويا والدكم، وربما يكون يقولهم أرد أجره فقط لفلان، كيف صار هو صاحب المحل.
فكذلك هنا بما أن الأرض للدولة فيعامل فيها قانون الدولة، هي تنقله بعد وفاة الأب لمن تشاء من أبنائه. نعم، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم لأن وقت البرنامج قد انتهى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.